السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات الأساسية في المدينة الذكية إن أنا يكون عندي بنية تحتية، وطبعا من أهم الحاجات في البنية التحتية إن أنا يكون عندي إدارة للطاقة، يكون في نوع من الطاقة الذكية السمارت إنرجي. فلازم يكون في توفير للطاقة، وتكون الطاقة دي صديقة للبيئة. دي من أحد الأهداف الأساسية للمدن الذكية، إن الطاقة عندي صديقة للبيئة مش مدمرة للبيئة. وممكن نستفاد بإنترنت الأشياء إن إحنا نعزز ونقوي إدارة الطاقة، بحيث من خلال ان احنا بنقدم قرارات مدعومه بالبيانات. يعني البيانات بتقول لنا من خلال الذكاء الصناعي ايه افضل قرار ممكن ناخده عشان نحسن اداء الطاقه ونحسن تخزينها ونحسن توزيعها. وبيبقى في شبكات ذكيه في الوقت الفعلي بتتنبأ بالاستهلاك بتاع الطاقه، ولو في اي مشاكل موجوده ولو في اي استهلاك زائد تبدا تنبهنا ليه. وفي محطات طاقة افتراضية VBBS عساس تساعدنا في توزيع الطاقة بكفاءة. طيب عايزين نشوف موقع بيسهل حاجات زي كده. عندنا بنلاقي موقع اسمه سيرينلي سورس، دي شركة استرالية بتعمل أتمتة للطاقة المتجددة، بتستخدم البلوك تشين لتقليل انبعاثات الكربون. من خلال نظام الشبكة بنقدر إن احنا نتبع انتاج الطاقة في الوقت الفعلي، ونتجنب الضرر من خلال التحكم في معدلات الجهد والنقل. والمستخدمين بقى عندهم معلومات عن أرصدة الكربون اللي موجودة، ويقدروا ان هم يوفروا في الطاقة. في برضو موقع تاني سوتين امباكت، ده بيقدم حلول للشبكة الذكية، ودي مقرراتها الولايات المتحدة، ودي بتدمج حلول الطاقة النظيفة للمرافق والشبكات الذكية وقطاعات التنقل الإلكتروني. وبيبقى فيها مصدر بدء التشغيل وإنترنت الأشياء وبلوك تشين، كل ده عشان نتحكم في الطاقة، وخصوصا في أوقات الذروة. وبيبقى فيه تقليل استخدام الطاقة، وفي حلول وتنبؤ باستخدامات الطاقة وتنبؤ بنقص الطاقة وإدارة الأجهزة المتصلة. وفي منصة اللي هي البي تو بي خاصة بالشركة، بحيث إنها نقدر نعمل تداول للطاقة. ده جريد سينس وده باور أب. فنتمنى نلاقي في بلادنا العربية شركات زي كده تساعد في توفير الطاقة النظيفة وتقليل استهلاك الطاقة.